ست ستات واتنين ستات، ايه وفي الدنيا البيت ثلاث ستات. يا لهوي. ثلاثة هما فوق راسي. تيك توك طبعا. متابعك على تيك توك ما شاء الله موجود، وهم ما شاء الله عليك. حبيبي محمد، حبيبي محمد، ان شاء الله هم كلهم فوق راسنا. يعني ما فيش مجتمع ينمو يزدهر ويمشي كويس ويتقدم غير النص الحلو والنص العامل. هو كان نص حلو بس، دلوقتي بقى نص حلو وعامل فعال. هتلاقي معظم السيدات بينزلوا يشتغلوا فدول فوق راسنا. انا عاوزه اعرف قصة تعرفك على الست بقى الأساسية، مش الشغل بقى وست ستات واتنين ستات. وسام مراتي. بص، أنا قلت إيه يعني، قلت المحيط من الزمايل، أنا ماليش احتكاكات يعني من الشغل للبيت. ما هو أنت بيتوتي خالص، أنا عارفة دي بيتوتي قوي. مفيش مؤتمرات ولا لا في لا أي لا حاجة لا بنشوفك مفيش. فيها مفيش الكلام ده، يا المسرح يا التصوير يا البيت، ما عنديش حاجة غير كده. فقلت لأصدقائي يعني أنا عايز أتجوز، ما عندكمش حد يعني تشاوروا عليه ليا يعني. ودي بالمناسبة، وبالمناسبة موضوع جواز الصالونات اللي البعض بيعترض عليه، لا هو في جواز صالونات كتير ناجح. كتير. خلي بالك، مش لازم يبقى فيه صدق. لازم يبقى فيه صدق. طب ما انا ممكن ابقى انا عارفك عن طريق الشغل وما فيش ما بيننا مصداقيه ما بيننا وما بين بعض، فالليله هتتفشكل. فلازم يبقى فيه صدق. المهم يعني انت شايف ان في اي علاقه لازم يكون فيه صدق بين الطرفين؟ طبعا طبعا يعني. طب هقول لك على حاجه. قول لي على حاجه. علشان برضو علشان اقول ان النصيب يا ابو حميد. يعني انا شفت المدام في مناسبه فرح اختها، لان اختها بتتجوز واحد صديقي. فرحت فقلت لا، ما يعني لا، مش هي دي اللي انا، مش هي دي، تخيلي مش هي دي اللي والله العظيم. والله العظيم يعني انت اول ما شفتها رفضتها. يس. وبعدين بعد كده بعد سنين كام سنه، وصاحبي بقى داون اللي هو جوز اختها سافر، لانه هو مخرج مسرح، فسافر امريكا قعد فتره كبيره وبعدين رجع فبيكلمني وبتاع، فقلت اروح ازوره في البيت. فرايح جايب له حلويات وبتاع، وحشني يعني. فرايح ازوره في البيت، فلقيت في الاسره مجتمعه يعني، وابتدينا نتكلم وبتاع. وبعدين بعد ما خلصت قلت له، هو هاني اسمه، هاني، قلت له يا هاني انا معجب جدا بفلانة. قال لي ده ما دي اللي انت شفتها في الاول. سبحان الله، ايه اللي اتغير؟ بصي والله سبحان الله بجد، ايه اللي اتغير؟ والله ان هي صادقه، ان هي صادقه يعني. وقد كان بقى يعني تعرفنا على بعض وتقربنا من بعض اكتر. طب ليه ما سالتكش بقى ايه التحول اللي بعد كده؟ ولا هي انت اصلا سبتها في قلبك كده وما قلتلهاش؟ لا 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 لا، بص انا صريح جدا، انا دايما انا ايه ده؟ صريح ايه؟ تروح تقول لها انا اول مره اشوفك ما عجبتنيش؟ اه اه اه